ماذا لو اتحد المغرب العربي؟ ماذا لو اتحدت ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا؟ ستصبح المساحة حينها 5,800,000 كيلومتر مربع. سيصبح المغرب العربي السابع عالميا من حيث المساحة بعد روسيا وأمريكا وكندا والصين والبرازيل واستراليا. سيكون التعداد 98 مليون مواطن عربي، الأكبر عربيا بعد مصر. 1,400,000 كيلومتر مربع من أجود الأراضي الزراعية، الرابع على العالم في مساحة الأراضي الزراعية بعد أمريكا والصين والهند. متخيل؟ أنتوا ممكن تضمنوا الاكتفاء الذاتي للأمة العربية. سيصبح احتياط النفط المؤكد 60 مليار برميل، رقم 9 عالميا. احتياط الغاز الطبيعي المؤكد 6 تريليون متر مكعب، الثامن عالميا. لاحظ، كل الأرقام تدخلكم وتدخلنا ومن ورائكم الجميع مجموعة الـ20. هد نخش مجموعة الـ20 اللي احنا براها أصلا. الاحتياط النقدي للمغرب العربي يصل ل 250 مليار، وهو ما يضع المغرب العربي في المرتبة 11 على العالم. سيصبح المغرب العربي من أعتى القوى العسكرية في العالم. اسمع وشوف، 807,000 جندي، 4,246 دبابة، 10,550 مدرعة قتالية، 1,075 طيارة، 930 قطعة بحرية. جيش جبار. الناتج المحلي سيصبح أكثر من 428 مليار دولار، وهو ما يدخلنا بالتأكيد في أقوى 20 دولة اقتصادية، خصوصا لما تكون صادرات المغرب العربي إذا اتحد بإذن الله 117 مليار و200 مليون. مش بس كده، وزارة الزراعة في المغرب العربي تستطيع أن تنتج أكثر من 112 مليون طن قمح سنويا، والرقم قابل جدا للزيادة في ظل اتباع أساليب أكثر حداثة في هذا الكيان العملاق. وزارة الصناعة أيضا ستصبح شيء عملاق، مؤهل لإنتاج سيارات بس في السنة، سيارات بس بـ20 مليار دولار. هذه مجرد إطلالة، هذه بعض من كل إمكانيات وقدرات المغرب العربي بس. الحلم، فما بالك بأمتنا؟ والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.